جينا اليوم إلى مدينة سنجار والمراسيم لسببين، سبب بالنسبة للماضي وسبب بالنسبة للمستقبل. سبب الماضي إنه إحنا أعتقد أن الذكرى أو إحياء الذكرى خطوة مهمة في عملية التصالح والشفاء، وهذا كلش مهم ولكن ليس كافية. نعترف بأن ما صارت قانونياً، الحكومة البريطانية تعترف أن ما صارت كانت أعمال العبادة الجماعية، وأكيد لم ننسى المفقودين والمفقودات ولن ننساهم ونكرم ذكراهم اليوم. بالنسبة للمستقبل، إحنا ما نتكلم عن حدثة تاريخية فقط أو قصة تاريخية، أكو تداعيات من ما صار في سنجار والمذابح، وأكو تداعيات شخصية وأيضا على مستوى المجتمع. المستوى الشخصي، إحنا نشتغل ويا الحكومة العراقية لتطبيق قانون الناجيات والناجيين وبطريقة تحترم حقوق كل المجتمعات التي عانوا خلال هذه الوقت من الشبات ومن التركمان ومن المسيح. وأيضا على المستوى السياسي، نحث كل الأطراف السياسية لتطبيق اتفاقية سنجار في أقرب وقت ممكن، لأن حان الوقت للرجوع المجتمع الأيزيدي إلى بيوتهم في السنجار.